يحيي صحيح الإنسان ما ينجمش يعيش كان بشعار نفسي نفسي ومصلحته قبل كل شيء. ايه بيان سير، فما عباد هكا تحب الشعار هذا، يحب كل شيء ليلو، وفما عباد لا، ماذا بيه العباد الكل نفس العيشة، نفس المستوى، نفس النيفو، نفسه ما ينجمش يعيش، اذا ما يحسش بغيره ما ينجمش يعيش. إنسان ديما يستحق شكون معاه في قداش من حاجة، معناتها يستحق فاميلته، يستحق صحابه، يستحق كل شيء في الدنيا، ما ينجمش يحقق حتى شيء وحده. الإنسان يعيش ثم عبيد تعيش كان الروحها، يقول لك أنا مهمنيش في غيري الفايدة أنا، أما ثم عبيد آخرين يقول لك لا، لازم أنا نخمم في روحي كما نخمم في روحي نخمم في غيري، ما ينجمش نعيش بلاش غيري، معناها كما تحب نحب لروحي حاجة نحبها لغيري. مساحي نجم يعيش وينجم يكون حنين على أخواته وكل المسلمين من غير ما يكون أناني. صحيح، ينجم يعيش هكاك. شنو تحب يا أخي؟ أنا نعيش هكاك، مصلحتي قدام كل شيء. هذه نفسي ما تصيرش، لازم الإنسان كيما يرى روحه يرى غيره. فهمت ولا؟ ما يفكرش لمصلحته هو برك، لازم يفكر مصلحة الناس ومصلحة كل شيء. 90% كلام صحيح. أنه واحد اللي هذا اللي وجه على مصلحته. مش معقول، المصلحة العامة قبل كل شيء. المصلحة العامة هي الأساس. اما اذا يعيش كل انسان بمصلحته ما نوصلوش الحل. صحيح موجود ثم ناس عندها الانانيه تعيش كان تحب نفسي ولا ترحم من مات، فهمتي؟ ما عادش يخمو في غيره، ما عادش يخمو في الزوالي، ما عادش يخمو في الفقير، يخمو كان في روحه. الانسان يلزمه كيما يحب الروح ويحب الغيره. علاش الناس تقول لو كان الخو يسد على اخوه ما يبكي حد على ابوه؟ احنا الاخوات في بعضنا تو مثال في الداء، في دانا احنا مثال كعبد تصيلوا حاجه من اخواتي تقن الكل نتلمدوا له. عطيك الخونة ولا أختنا هي كل شيء، معناها احنا عائلتنا هيك الخو لازم، معناها أما فما عائلة أخرين تلقى الخو في خو ميلقاش رحمة. هذا أنانية من حسد وكره، إذا شاف إنسان غيره معناتها عمل حاجة باهية الآخر مش غيرة عليه، فهمتي؟ ومش ماذا بيه يطيحه في الماء، كل شيء اللي بناه ماذا بيه يطيحه في الماء. قلت العباد الكل ما عادش حد يسد على حد، فهمت؟ خو ما عادش يسد على خو، اتساعات البو ما يلقاش الرحمه في خو. خاطر توا وليت الماديات هي كل شيء، معناتها ولا في الدنيا هذه كل حد يخمم في الفلوس، يخمم في مصلحته، كيفاش باش يعيش ويحب هو ديما خير من خوه. فما كيما نقولوا احنا مستوى نتاع المنافسه بين العائلات، شكون اللي باش ينجح، شكون اللي يبدا عنده اكثر فلوس. الدنيا صعبت، تحب ولا تكره المادة ولا تطغى على كل شيء، تو سامبلومون كل واحد ولا يجري على خدمته وعلى صغار وعلى مرته وعلى كذا، ولا ينسى فوالا على مركزه الطموحات نتاعو، ولا ينسى معناه اخوه، ينسى امه، ينسى ابوه، ولا البشر يفكر كان في روحه برك. الاغلبيه المادة صحيت، فهمت ولا؟ وصعب المعيشه معناها، فهمتني؟ هيك علاش ثم الضغط نتاع الوقت. صحيح الوقت صعيب متفاهمين، وثم زادة موروث، يمكن زادة شوية موروث من الشخصية ومن الرباية من التربية من الصغرى، معناتها الوالدين كيفاش ربيو الصغار. الناس تجري على المادة، كل حد يجري على المادة، كل حد يفكر في نفسه، لما لو كان يفكر الإنسان في غيره راهو يتعدى للناس كلها، بس الناس كلها يتعدى بخير. الناس تو ما عادش تخمم في خواتها، يبدا خوه عايش في ظروف معناها صعيبة ولا سيئة وكذا، ما ينظرش لخوه، ما يعاونش خوه مثلا، ممكن حياة صعيبة، ممكن أمور نتاع نساء، مرضو ما تعطيش باش يعاون خوه. احنا في عصر اضغط عليه المادة، معنا ما عادش هيك الروح واللحمة تنحات قليل، موجودة مش موجودة لكن بصفة قليلة، معنا مش كما كانت تقبل، معنا كانت اللحمة بين الأخوة والعائلة كاملة في دار واحدة.